الهامة جدا. انا بالنسبة لي اي 11 هيلعبوا يبقوا موجودين، اي 11 ما عنديش اي مشكلة. خلينا بس اقول لكم التشكيل الاول: محمد الشناوي في حراسة المرمى، احمد فتحي باك يمين، علي معلول باك شمال، ياسر ابراهيم وايمن اشرف اثنين في وسط في قلبي دفاع. اما وسط الملعب حسام عاشور وعمر السوليه، ثم رباعي هجومي، رباعي ناري في الهجوم، حسين الشحات ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، جونيور اجاييه، ومن امامه وليد ازارو. مره ثانيه تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمر السوليه ورمضان صبحي وجونيور اجاييه وحسين الشحات ووليد ازارو.